أمارات الحدوث والعلامات الدالة على أن هذا العالم مخلوق، خضوعه لقانون السبب والمسبب. السبب يعمل في مسببه. المادة التي هي مادة تعمل في مادة أخرى وتؤثر فيها دون أن نعرف ما هذا السر. تدخل الصيدلية مثلا فتجد نحو 10,000 نوع من الأدوية، يعني كل هذه مواد كيميائية مختلفة، إلا أن الإصابة التي فيك لن تستجيب إلا لدواء واحد من بين كل هذه الأدوية هو الذي سوف يشفيها بإذن الله. ما السر؟ ما السبب الذي جعل هذه المادة بالذات تعالج هذا الداء بالذات؟ هل المادة لها عقل؟ هل الداء الذي أصابك له عقل حتى تذهب المادة والدواء هنا بعقلها إلى هذا المرض بعقله فيلتقيان فيؤثر أحدهما في الآخر؟ أبدا، إنه قانون، قانون السببية الذي زرعه الله عز وجل وبسطه في الكون وأمرنا أن نتأمل في هذا الكون حتى نستخرج هذه القوانين ونفهمها ونوظفها في ترقية حياتنا. ولذلك أيها الإخوة، أنا أقول إن معرفة غير المسلمين من الأمم الأخرى بهذه القوانين التي بسطها الله عز وجل في الكون هي التي جعلتهم يتقدمون ويبنون عليها، وإن جهلنا بها هو الذي جعلنا نتأخر ولا نستطيع أن نتقدم في باب العلم، لأن القوانين الحاكمة للعالم التي بسطها الله عز وجل وخلقها في الأشياء هي معروضة للجميع. الله سبحانه وتعالى أتاحها للكل باعتباره ربا، رب العالمين، فمن اجتهد وكشفها واستخرجها وبنى عليها ينجح، ومن تبلد وتخلف ولم يكتشفها يرسب ويتخلف. فهذا من عطاءات الربوبية، فلن تنهض أمتنا إلا إذا عرفت هذه الحقيقة. قوانين الله عز وجل مبسوطة في العالم، اكتشفوها وابنوا عليها ووظفوها في ترقية حياتكم، فإننا أولى بذلك وأحق.